الكتاب ده بقى ايه مضمونه وعباره عن ايه، وكمان كمان القصه دي جت ازاي مع الفنان هاني شنوده؟ نعرف اكتر من مصطفى. يا مصطفى مساء الخير يا احمد، ازيك؟ يا مساء النور، اهلا وسهلا بيكم، منورنا وكل سنه وانت طيب. متشكر جدا، وانت طيب، ويا رب كل جمهورك الكريم بخير يا رب. اهلا وسهلا، نورتنا جدا. ايه الكتاب الحلو بتاعك ده والكلام الجميل اللي جواه وكمان بعض الكلمات والمفردات السلسه والجميله والمعبره بشكل كبير جدا، كلمنا عنه اكتر، وازاي كمان اللقاء تم بينك وبين الموسيقار هاني شنوده وبالاخص عن الكتاب يعني؟ اولا بشكرك على كلماتك الجميله، ويعني انا سعيد جدا بردود الافعال. هو كتاب مذكرات عراب الموسيقى الحديثه هاني شنوده، صدر سنه 2020. تمام. 2020. الفكرة بدأت معايا سنة 2016، أو نهاية 2016. كنت بحضر كتابي الأول، كان اسمه سويت كوكتيل، وهو أول كتاب بيتناول موسيقى الثمانينات والتسعينات. وخلال رحلة البحث دي اكتشفت إنه بداية الموسيقى البديلة في مصر أو الموسيقى الحديثة اللي جت بعد فترة الرواد أو مع نهاية السبعينات تحديدا، الفترة اللي انتشرت فيها الفرق الموسيقية المصرية زي المصريين وثم الفور إم وغيرهم، وظهر جيل جديد من المطربين. فخلال رحلة البحث دي اكتشفت إنه مرحلة التمهيد أو الانطلاقة الحقيقية لفكرة الموسيقى الجديدة اللي احنا سمعناها في الثمانينات والتسعينات بدأت على إيدين المايسترو هاني شنودة لما أسس فرقة المصريين، بدعوة من أو بفكرة يعني طرحت في لقاء ما بينه وبين الأديب نوبل العظيم الأديب الكبير نجيب محفوظ. ومن بعد ما صدر كتاب شريط كوكتيل كانت الفكرة بتراودني إنه الراجل ده لغاية اللحظة مش واخد حقه إعلاميا، مش متسلط الضوء على أهمية مشروعه الموسيقي الكبير. هو يمكن كمان المايسترو ما بيحبش، يعني هو مش من هواة الظهور قوي، مش رغم انه شخص متواضع جدا، لكنه مش من الناس اللي بتبقى ايه حابه تنسب لنفسها الافضال زي ما بيقولوا، او التجارب او المشاريع، رغم انه الحقيقه انه صاحب فضل كبير جدا على كثير من النجوم الكبار، حتى اللي كانوا متحققين قبل ما هو يعني من غير ما يكون مكتشفهم. يعني احنا عارفين انه اكتشف الفنان عمرو دياب، الفنان محمد منير، واصوات ثانيه كتير، لكن حتى بصماته الموسيقيه مع نجوم كبار اشتغل معاهم زي العظيمه نجاة، كانت علامة فارقة، عمل لها بحلم معاك، وعمل لها أنا بعشق البحر. وبدأت بقى أدور يعني في تاريخه، يعني موضوع التحضير خد مني مثلا، بدأت أحضر في منتصف 2018 كده، لغاية ما يعني لما جهزت المادة بتاعتي بشكل كويس والمادة الأرشيفية بشكل محترم كلمته وتواصلت معاه، كان مرحب جدا. وانا هذكر لقائنا الاول يعني في لما عرضت عليه ان احنا نعمل مذكرات، فهو كان حابب يفهم انا شايف مشروع الموسيقى ازاي، فاهديته كتابي شريط كوكتيل، وحتى انا كنت كاتب في مقدمه الكتاب انه رصاصه التغيير الموسيقي اطلقها هاني شنوده في نهايه التغيير. يمكن دي الجمله اللي خلته يتحمس، لانه قال لي انا حسيت انه في فهم او في معبرة التجربة الموسيقية ومعبرة. وانت قلت الجملة اللي انا نفسي اقولها من زمان. فبدأنا جلسات العمل استغرقت تقريبا جلسات حوارية اكتر من 6 شهور. كان في 6 شهور كاملين؟ 6 شهور كاملين، في النص كده احيانا. عبارة عن ايه 6 شهور دول؟ بتعمل ايه يعني؟ كان ايه قصدك من كل حوار صحفي بتعمله معايا؟ طب من اللي بتسجله يعني؟ ما كانش حوار صحفي، هي كانت جلسات استماع اكتر. بنقعد نتكلم، بنحاور بعض، نتناقش. هو هاني شنوده عنده حكايات مسترسله، وهو طبيعته انه بيدخل من حكايه يطلع في حكايه، فبحاول هو جميل، شخصيه جميله وحبوبه جدا، لانه شخصيه سريه، فعنده حكايات كتير جدا. فكنا بنتقابل كل اسبوع في الاستوديو بتاعه، وبنقعد ساعه ساعتين ثلاثه زي ما الوقت ياخدنا، علشان برضه التزاماته في الشغل وانا ارتباطاتي برضه المهنيه، ولو كان في اوقات معينه في النص كده مثلا بيبقى عندي سفر او عندي شغل، نبقى متفقين على ميعاد نرجع فيه تاني نقعد قعدتنا الاسبوعيه. فكنا بنقعد بقى بتبقى اشبه بدردشه، وانا كنت حابب انه الموضوع يمشي اشبه بدردشه مش حوار سين وجيم، يعني انا اسيبه هو يحكي واديله خيط واسمع للاخر.